إذا للحديث عن واقع مسلمي الهند مع تواصل الانتهاكات ضدهم في ضوء بيان هيئة علماء المسلمين في العراق وموقفها الرافض لحملات الكراهية، ينضم إلينا عبر الهاتف مقرر القسم السياسي في هيئة علماء المسلمين في العراق الدكتور ثامر العلواني. دكتور ثامر، مرحبا بكم. يعني بداية، ماذا يعني استمرار الاعتداءات ضد مسلمي الهند؟ إلى أي مدى فشلت المنظومة السياسية والشعبية الإسلامية بحماية هؤلاء دكتور؟ الله أخي الكريم، حقيقة المسلمون الآن في الهند يتعرضون لحملات قمع وترهيب مستمرة منذ عقود. هناك انتهاكات متطرفين الهندوس ضد المسلمين لم تدع فعلا مشينا ضد المسلمين إلا وارتكبوه. الجماعات الهندوسية المتطرفة قتلت وهجرت المسلمين من بيوتهم ومن ممتلكاتهم. هناك اقتحام للمناطق التي يسكنها المسلمون، هناك ممارسات استفزازية ضد المسلمين، هناك تخريب ومتعمد وممنهج ممتلكات، حتى وصل الحال إلى أنهم يحرقون المساجد ويهدمونها. هناك محاربة واضحة ضد المسلمين حتى في أرزاقهم. هذه الأفعال للأسف لا تجد رادعا من الحكومة الهندية، مما يجعل هؤلاء المتطرفين الهندوس يتمادون أكثر بهذه الانتهاكات إلى حد القتل. وقد وثقت المنظمات الحقوقية عدة انتهاكات ضد المسلمين وحتى ضد المرأة الهندية المسلمة، حتى أنهم أصبحوا ينزعون الحجاب من الفتيات المسلمات في الشوارع، والحكومة والشرطة لا تحرك ساكنا ما دام الضحية من المسلمين. للأسف المسلمون في كل مكان الآن وحتى في بلادهم أصبحوا مضطهدين، يتعرضون لانتهاكات كبيرة، انتهاكات قاسية ولا بواكي لهم، لأن الحقيقة المرة تكمن بأن الغرب والقوى العظمى هي من فتحت الباب للدول وللميليشيات الإرهابية وللعصابات المسلحة أن تمارس جميع الانتهاكات ضد المسلمين. فلو تكلمنا عن المنظومات السياسية الدولية كدول نجد أن التقصير واضح وغير مبرر للأسف، وهذا ما يجعل الحكومة الهندية تتمادى أكثر بأفعالها العنصرية ضد المسلمين. دكتور ثامر، هذه الكراهية ضد المسلمين خاصة في الهند، إلى أي مدى تتحمل الحكومة الهندية مسؤوليتها وبالتالي ربما ترقى لأن تكون عملا ممنهجا دكتور؟ حقيقة كل ما يجري من انتهاكات ضد المسلمين هو برعاية حكومية هندوسية. المسؤولية الأولى هي تقع على الحكومة الهندية، لأن التي هي من بدأت بإثارة العنصرية والكراهية ضد المسلمين وتحاول تفريق المجتمع الهندي من أجل مكاسب سياسية للأسف. وهناك أبعاد بالقضايا العقبية، نعم هناك عمل ممنهج ضد المسلمين الهنود، تصريحات المسؤولين وأعضاء الحزب الحاكم كلها تدعو وتصب بأن تكون هناك كراهية ضد المسلمين، كلها تدعو إلى ارتكاب الجرائم ضد المسلمين. هناك هجوم ممنهج وواضح على عقيدة المسلمين، وهناك محاربة حتى لأسلوب حياتهم من قبل الحكومة المتطرفين. فعندما يصرحون بأن على المسلمين إذا أرادوا العيش في الهند عليهم الانحناء ضد الهندوسي وعليهم أن يصوتوا لرئيس الوزراء مودي، فهذا هو عين الطغيان طبعا. ولأن الأمور زادت عن حدها أصدرت المحكمة العليا الهندية قرارا بوضع حد للاعتداءات ضد المسلمين، ولكن هذه القرارات لم تجد لها أي جدوى أمام الحكومة، والحكومة لم تنفذ منها شيء. ولكن هذا كله يدل على أن الحكومة الهندية متواطئة، فالقرار القضائي لم ينفذ، وهذا ما يؤكد تحميل حكومة مودي المسؤولية الكاملة. دكتور ثامر، ما يجري من انتهاكات ضد مسلمي الهند وقبلهم مع مسلمي الإيغور في الصين، طبعا فضلا عن حملات حرق نسخ من القرآن الكريم في الغرب، إلى أي مدى باتت الأمة الإسلامية ربما يعني بحاجة لوضع استراتيجية عمل ضد حملات الكراهية ضد الإسلام والمسلمين؟ حقيقة هناك تقصير كبير جدا من المسلمين سواء على مستوى الدول أو على مستوى المنظمات الإسلامية أو الجمعيات والهيئات. هناك تقصير كبير باعتبار أنه لا يوجد إلى الآن خطة حقيقية مرسومة تدعمها دول في لمواجهة ما يسمى محاربة المسلمين، ولا يوجد أي دولة إلى الآن هي ترعى هذه المنظمات الإسلامية التي
تبين حقيقة المسلمين. للأسف ما يجري الآن هو تقاعس، بل هناك بعض الدول التي هي إسلامية تدعم ما يقوم به بعض الحكومات المتطرفة ضد المسلمين، وهذه مشكلة كبيرة نعاني منها تقريبا خصوصا في العقدين الأخيرين من الزمن. مقرر القسم السياسي في هيئة علماء المسلمين في العراق الدكتور ثامر العلواني، شكرا جزيلا لكم.